وفي فقرة الجمال اليوم سعيدة نقدم لكم واحد سيدة مغربية خبيرة في التجميل، جات اليوم باش تجود علينا بالنصائح ديالها هنا في صباحية دوزام. مرحبا بك صفاء، مرحبا بك هنا في صباحية دوزام. مرحبا بك سميرة ومرحبا بمشاهدين صباحية دوزام. مرحبا بك للا. اليوم انت طبعا كنتي تتبعي معنا صباحية دوزام وعارفة بانك تكلمنا كثير على الكونتورينغ. اليوم حز في قلبك تقدمي لنا نصائح بخصوص الاخطاء اللي تندير في الكونتورينغ لانها شائعه. عندك الصحه سميره، لانه كل شيء دابا هذه ولات موضه توندونس، كل شيء كيهضر على الكونتورينغ وكل شيء باغي يدير الكونتورينغ. الكونتورينغ شنو هو؟ هو كنلعبوا بالظلال وبالضوء. الظل هو هذاك اللي كنقسموا به ولا كنخبيو به الحاجه او العيب، والضوء هو اللي كنعطيوه المساحه او البومبي. فبزاف ديال العيالات بزاف ديال البنات فاهمين هذه التقنيه غلط، لذلك كيرتكبوا واحد الاخطاء وما كيجيهمش النتائج اللي بغاو هما في الكونتورينغ. اذا اليوم معاك صفاء بوجناح، غادي نتعرفوا على هذه الاخطاء ونشوفوا كيفاش نصلحوها ان شاء الله. معاك لو مانكا فاتحه مشكوره جدا اللي لبات الدعوه، غادي نخليك توري لنا هذه الاخطاء شنو هما وكيفاش تصلحيهم. انا غنتبع معاك مع البيت. اذا سميره، الكونتورينغ معروف فيه هو انه كنقسموا به الوجه وكنرقوا به النيف. هو عندنا دي مورفولوجي دو فيزاج، كما عندنا مورفولوجي ديال الجسم فكاين الوجه حتى هو كيكون عنده يعني تقاسيم معينه. بالنسبه للوجه اللي كيكون مدور هو اللي كنقسموا هاد البلاصه، يعني هاد العظم كنجيو كنديروا فيه الغامق، كنفتحوا بطبيعه الحال هاد البلاصه لانه هاد المنطقه كتسمى منطقه الضوء او مناطق الضوء او لي زون دو لوميير. لي زون دو لوميير هي هاد المنطقه، منطقه الانف اللي كتجي الوسط، هاد المنطقه وهاد المنطقه وهاد البلاصه. لذلك الا درنا هاد لا زون دو لوميير بطريقه غلطه فهو فعود ما نعطيو المساحه البلاصه اللي خاص نعطيوها المساحه، كنزيدوا بينو العيب. نعطيك اكزامبل مثلا، فقلنا الوجه المدور كنقسموا يعني في هذا المكان وكنعطيو الاضاءه باش كان بحال كنغيوسيو الخد ضد الوجه كيكون رقيق. الا كان الوجه ضعيف عندنا اسميره فهو في هذه الحاله ما خاصناش نزيدو نقسموه، بالعكس خاصنا نحاولوا ان نعطيو لا كولور ولا لو بلوش في الحنك. علاش؟ باش العين ديالنا والنظره ديالنا كتمشي للحنك، كيبان الحنك بانه هو فيه دو فوليوم. واحد الحاله، واحد الغلط كيدار بزاف حتى هو هو في النيف. كلشي كيقول الكونتورينغ خصنا باش نصغروا النيف ديالنا، راه ماشي كنا عندنا نيف عريض مثلا. كيكون الا كان في حاله النيف عريض هو فاش كان مثلا كنغمقوا هاد البلايص كما كتشوفي، هاد البلاصه وهاد البلاصه، بينما هاد البلاصه كنديروا فيها الاضاءه. في حاله الموديل ديالي فاتحه تبارك الله عندها النيف ديالها زوين، دونك هذا كيتسمى كونتورينغ كلاسيك. كاينين حالات بالنسبه للسيدات كيكون عندهم النيف فيه اون بوس، هذاك العظم اللي كيكون خارج في هذا المكان. في هذه الحاله ما خاصناش نفتحوا هذيك البلاصه، بالعكس خاصنا نغمقوا هذاك العظمه باش كنخفيوها، لان يعني قلنا الغامق هو كيخفي العيب ديال الحاجه. بالنسبه للسيده اللي وجهها مدور وعندها هذه المنطقه عامره فضروري نغمقوا هذا المكان ونحاولوا نستومبيه باش ما يجيش بحال وسخ، بلاصه موسخه. بالنسبه لي في حاله فاتحه انا حاولت غمقت غير شويه هنا رغم ان هي ما عندهاش الضروره. بالنسبه للسيده اللي كيكون عندها النيف عنده هذا الكارتيلاج كبير بزاف، نجنبوا نغمقوا هذه البلاصه ان كتجي بحال عندنا شي دبانه، هي نورمالمون خصنا نغمقوا تحت هذه البلاصه باش كتكروزي لنا داك لو كارتيلاج اللي عندنا زايد. وبالنسبه للسيده اللي كيكون عندها الجبهه اما عريضه اما بالطول، ففي هذه اللحظه خاصنا الا كانت الجبهه عندنا في العرض كنغمقوا ليجيرمون شويه مع ضروره اننا نستومبيو. راه الكونتورينغ خاصو يتستومبا، ما خاصوش يتحط ويبقى بحال هكاك، خاصو يدار ويبقى يدوب مع الجلده ديالنا. فمثلا الموديل ديالي انا كنت غمقت لها غير هاد الاماكن حيت هي عندها شويه هنا الجبهه ما عندهاش عريضه بزاف، دونك الا بغينا مثلا نعطيو هاد ليفي بان الجبهه ما تبقاش طويله. في العكس الا كانت الجبهه ديالنا عريضه بزاف نغمقوا من الشعره ديال من جلده الشعر لهنا، فكنغمقوا هاد المنطقه مثلا وكنحاولوا اننا دائما داكشي اللي كيبقى لنا في البانسو كندوزوه في المنطقه الاخرى باش ما يبقاش عندنا اللون غامق بزاف.
دونك هضرنا على النيف اللي كيكون فيه مشكل، ولا كان نيف عريض فهذه الحاله هي اللي كنغمقوا هذه المناطق وكنفتحوا هذه المنطقه، مع دائما مراعاه كما قلنا المخ الخروجي ديال الوجه. راه ماشي سمعنا خصنا نقسموا الوجه، خصنا نضعفوا النيف، فخاص كاع الوجوه كاملين انهم يدار لهم هذاك الكونتورينغ. بغيت غير نشير واحد النقطه سميره الا سمحتي، هو انه الكونتورينغ كيدار تعرف في امريكا وتعرف دوك الممثلات ديال الهوليود كيدار في دي شوتينغ في التصوير بحالنا حنايا، في شي حصه التصوير مثلا السيده معروضه شي عرس ولا عروسه، ما كنفضلش ان السيدات يبقاو يديروا الكونتورينغ كل نهار وفي النهار، يعني في الضوء ديال الشمس فهو غير محبب، كيبان غير الوان في الوجه، لان الكونتورينغ هو يعني في اوبتيك، يعني هي خدعه بصريه لا اكثر ولا اقل. واحد المعلومه اخيره قبل ما ننساها، بالنسبه للسيدات اللي عندهم الوجه ميدم دهني، عندنا واحد التقنيه كتسمى الهايلايت اللي داخل في الكونتورينغ، اللي هي كنعطيو الاضاءه في هذه المنطقه، فنحاولوا نتجنبوا نديروه لان كيولي الوجه ديالنا كله كيبريه.